والناموس، والمايكروفون ينتقل لزميلي يزيد السناني. متابعينا مشاهدينا الكرام، نجدد لكم اللقاء والتحية في هذا المساء الجميل في تحديات يوم اللقاية في هذا اليوم الثاني للأشواط المفتوحة للفترة المسائية في يوم الجمعة. مشاهدينا الكرام، أنطلق إلى المركز الأول في سابع الأشواط وفي سابع التحديات إلى المركز الأول، والهدة تسيطر على المركز الأول وتعود ملكية الهدة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، ويضمر الهدة المشاغب محمد بن خالد العطية المركز الثاني. المركز الثاني في هذه اللحظات الجازي على المركز الثاني، تغير في هذه اللحظات وتنطلق إلى المركز الأول لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. هنا عملاق المضمرين سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثاني في هذه اللحظات، تقدم رفح على المركز الثاني في هذه اللحظات، تعود ملكية رفح لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. هنا عملاق المضمرين يقدم اسمين عملاقين هذه اللحظات، سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثالث من الجانب الآخر، هملولة، يا سلام، هملولة على المركز الأول في هذه اللحظات لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. وهنا عملاق المضمرين سلطان الوهيبي في عملية التضمير والتدريب. المركز الثاني اسم جديد يصل في هذه اللحظات، وتميز جديد يصل في هذه اللحظات مع الجازي، أو هنا نشوة، نشوة تنتشي بهذا الشعار الجميل، نشوة في المركز الثاني لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني سلطان بن محمد الوهيبي في عملية التضمير والتدريب. المركز الثالث في هذه اللحظات أشوف رفح، رفح تتقدم لتستعيد حقوقها المنهوبة على مقدمة هذا الشوط لكي تتمركز مع مرتبة الشرف وتعود إلى منافسات الكبار وإلى موقع الصراع، دائما هو المركز الأول. هنا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، هنا عملاق المضمرين سلطان بن محمد الوهيبي في عملية التضمير. يا سلام يا سلام، خمسة أسماء رباعية مع عملاق المضمرين. لكن أذهب وأشوف، أشوف المركز الخامس، الهدة 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 الهدة، ومتى تنهد الهدة على المركز الأول والمملوكة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني المشاغب محمد بن خالد العطية. يلا هي العطية، تمنياتي لك بالتوفيق. هنا خماسية وهنا شعار العنابي دائما في هذا المركز، لكن أربع نجوم بشعار بتضمير الوهيبي سلطان بن محمد الوهيبي. يا سلام يا سلام، هنا الهدة وصلت على المركز الثالث. هنا المركز الأول رفح، والمركز الثاني نشوة، وأيضا الجازي، وأيضا هنا الهدة. يا سلام يا سلام، وصلنا الكيلو الأخير، وهنا بدأ الصراع وبدأ الانطلاق وبدأ التحدي مع الكبار وبدأ التحدي مع الأشواط المفتوحة وفي سن اللقاية. ولكن هنا نشوة، نشوة خطيرة، نشوة جميلة، نشوة تتألق في هذا المساء، نشوة تنطلق في هذا الأداء، في هذا الأداء المسائي الشحاني، وهذا الشعار العنابي الذي يحمل لنا هذا المضمر. يا الله،
الشحانية واصلة، أشوفها يا أخواني والله أشوف الشحانية تتقدم من مركز إلى مركز مع سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. أطلق التعليمات سالم بن فاران المري، يأتي في هذه اللحظات على المركز الثاني، لكن نشوة والشحانية والأمتار الأخيرة اقتربت، الأمتار الأخيرة وصلنا النهاية، وهنا نشوة ذهبت بالناموس. أداء مميز وتلقائي وعرض جميل على قناة الريان في هذه اللحظات. نشوة تنطلق إلى المركز الأول، وها هي لحظة الوصول ولحظة معانقة الناموس واحتضان الناموس مع نشوة. تهانينا لمالك نشوة سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. هنا المركز الثاني الشحانية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وسالم بن جابر بن فران. المركز الثالث هملولة لشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. المركز الرابع الوجبة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ومضمر الوجبة سالم بن فران المري. المركز الخامس مصيحة للشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، وهنا مضمر مصيحة علي بن فراج المري. نذهب بالتوقيت الزمني في هذه اللحظات 6 دقائق توقيت المركز الأول، ونشوة توقيتها 6 دقائق 11 ثانية 3 أجزاء من الثانية توقيت نشوة على المركز الأول. المركز الثاني كانت هناك الشحانية والمملوكة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، 6 دقائق 12 ثانية 4 أجزاء من الثانية توقيت المركز الثاني. توقيت المركز الثالث وكانت هناك هملولة المملوكة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، توقيت هملولة 6 دقائق 12 ثانية 9 أجزاء من الثانية. شوط جديد والكريبي بن جابر المري.